بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الشيخ والعالم الجليل، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو مجلس الشعب السابق، تخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 61، حصل على الإجازة العالمية عام 67، ثم عين معيدا بقسم الحديث بكلية أصول الدين وحصل على الماجستير في الحديث وعلومه عام 69، ثم حصل على الدكتوراه في نفس تخصصه وأصبح أستاذ الحديث وعلومه عام 83، ثم عين عميدا لكلية أصول الدين بالزقازيق عام 87، وفي عام 95 عين رئيس جامعة الأزهر حتى عام 2003. أستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الشيخ والعالم الجليل ضيفنا النهاردة إن شاء الله في الدين والحياة، ولكن بعد الفاصل.